لقد تخلصت. يجب أن أشتري بنطالا جديدا. آسفة يا مستر سبونج بوب، الشحنة الجديدة من سكوير بنت ستصل بعد أشهر. أوه لا. البنطال يعانقني أفضل من أي عناء. يا بسيط، أتلاحظ شيئا مختلفا؟ انظر 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 انظر. هل أعرفك؟ هذا أنا سبونج بوب. سبونج بوب؟ هو سبونج بوب يرتدي سكوير بانتس. الآن دعني وشأني أيها الغريب. لا 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 لا. يا إلهي، إنه المجنون الأصفر الصغير. أهلا شفيء. تجاهله فحسب، قد يرحل بسرعة. أوه شفيء، من أكون؟ هل أنا أعرفك؟ أوه بالطبع تعرفني، هذا أنا سبونج بوب سكوير بانتس. لم أرك من قبل في حياتي. قد تنعش ذاكرتك هذه الصور لنا؟ أنا وأنت في حفل عيد ميلادي، أنا وأنت في العمل، حفل المبيت في الأسبوع الماضي. نسيت مناسبة هذه. من المفترض أنه أنت؟ لا أصدق هذا، لقد انصرف بالفعل. شفيء لم يتعرف علي أيضا، كأننا لم نلتقي. قد يكون بسيط محقا. يا إلهي إنه موصد. سريع يا سريع، هل فتحت لي الباب؟ تركت المفاتيح في البنطال الآخر. مرحبا، كيف أساعدك؟ بسيط، أنا سبونج بوب. نعم، أنت الفتى راوند بانتس. ماذا تفعل هنا في منزلي؟ منزلك؟ هذا منزل صديقي سبونج بوب سكوير بانتس. أو كان قبل أن يرحل عنا. ليتني أراه مرة أخيرة. يا إلهي، يبدو أنني لم أعد سبونج بوب سكوير بانتس. يجب أن أبدأ ثانية. أول يوم لي في العمل، أنا متحمس جدا. لا يهم، تعمل هنا منذ فترة، لما لا تعلم هذا المستجد؟ بكل سرور. إذن بما أبدأ؟ حسناً، خذ شريحة برجر وضعها على الشواية. ألا نراقبها؟ لماذا؟ لن تهرب من هنا. تفكير سليم. وماذا بعد يا حكيم المطعم؟ سأذهب إلى الحمام. سأذهب معك. أيها الزعيم. بخير، كل شيء بخير. مستر شفيع، ماذا تقرأ؟ استراحة الحمام. تمام. ما الذي تفعلانه الآن؟ هيا إلى العمل. لقد اعتدت رؤية شفيء نائما أثناء العمل، لكن كنت أتوقع المزيد منك يا سكوير بانتس. لست سبونج بوب سكوير بانتس يا سيدي. ما هذه التفاهة التي تقولها الآن؟ أعني، أرأيت البنطال الذي أرتديه؟ إنه مختلف. نعم، وإذن؟ أنا لست سبونج بوب سكوير بانتس بهذا البنطال. من قال لك هذا؟ بسيط. حسناً، لما لا تنزعه إذن؟ الطلب جاهز يا شفيء. حسناً حسناً، إنه سبونج بوب أندر بانتس. ما
مخلفة الحلزوني أفضل من الأناناس. الآن أين تلك الوصفة السرية؟ أين هي؟ أين هي؟ يجب أن تكون هنا. لا شيء هنا. انظر لهذا. أين هي الوصفة؟ أين هي الوصفة؟ أعرف أنك هنا. لن تخدعي أحدا. ذهب إلى الجامعة. لا لا لا. سبونج بوب يخبئ الوصفة السرية داخل صدفة سرية. هذا المكان مقزز للغاية. رائحته كريهة جدا. من الجيد أنه ليس لدي أنت. لا 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 لا. أنا في البيت. ماذا حدث هنا؟ أول شطيرة لي طليتها بالبرونز، وكنت أريد أن أعطيها لأحفادي. ومجموعة سراويل عريس البحر، كان يمكنني ارتداؤها 1000 مرة. كوب الماء، كنت سأشرب هذا. وصفة سلطع برجر. في أمان حيث وضعتها. سريع، هل فعلت هذا؟ ما الأمر يا سريع؟ أهناك خطب ما؟ هناك شيء ما؟ سأخذك للطبيب. ابتعدت عنه، والآن أنا تائه. لابد أني الآن في مركز الصدفة. ما هذا؟ هذه هي، كما فكرت تماما. كانت مخبأة هنا طوال الوقت. وصفة سلطة برجر السرية. إنها جميلة. ضوء سماوي. عرفت دائما أنني سأراه بمجرد أن أحصل على الوصفة. سأتمتع بروعتها. هذا غريب. ما هذا؟ إنه شمشون. وماذا لديه؟ أعتقد فاتورة البقالة. لا أعرف كيف وصل إلى هناك، لكن الغازات الموجودة داخل الصدفة تجعله يهذي. كان سيشم الرائحة لو أن له أنف، مثل غالبية الأشخاص طيب القلب. حصلت عليها، حصلت عليها. أخيرا حصلت على الوصفة. إنها ملكي 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 ملكي. هذا المكان براق جدا. نعم، وكذلك الناس. مستحيل أن يظن هؤلاء الناس أن طعامنا السريع رفيع المستوى. أنت محق. سبونج بوب، ابحث عن شيء لجعل الطعام فاخرا. فاخر، لقد فهمت. جيد، الآن يجب أن أبتعد عن هذا المكان قليلا. ظهرت يا فتى. أريد كعكتي. يا صغيري اهدأ، اهدأ قليلا. هل فعلت؟ سأحضر كعكتك. حقا؟ نعم نعم، كعكة حفل ميلادك من هنا. أين؟ لا أرى.
لن نراه ثانية في وقت. أنا أريد كعكة حفلي ميلادي. ما رأيك في هذه؟ أسميها سلطع بات راقية، قدمها وهي ساخنة. سبونج بوب، هل هذه مجوهرات على الشطائر؟ قلت اجعل الطعام فاخرا، إذا وجدت بعض الأشياء اللامعة صندوقا كاملا. سبونج بوب، لا يمكنك التجول وأخذ أشياء الناس الثمينة. آسف يا سيدي، فعلت ما طلبته مني. لا تقلق مطلقا، أخبرني من أين أحضرت المجوهرات. من أعلى، ذهبت يسارا ثم يمينا مرتين وثلاث يمين ثم أربع شقلبات، قفزتين إلى الخلف، تدور حتى تشعر بالغثيان، عندها تصل. حسنا، طعام فاخر، احصل على طعامك الفاخر هنا. لذيذ، أحب الأشياء اللذيذة. دوري. لذيذ. سأخذ شريحة من هذا. مستر سلطة. نعم يا سيدتي. مستر سلطة، يبدو أن لدينا بعض المشاكل في تقديم الطعام. نعم. سأنزل كي ألقي نظرة، فقط أريد أن أجد شيئا. هنا. حسنا، أين كنت؟ أربعة شقلبات ودوران أظن. بسيط، الطعام من أجل الضيوف. ماذا؟ ثم بعدها كنت ما الذي يحدث هنا؟ قتال الطعام. حفل غريب. هذا هو المكان. مرحبا. نعم، هذا فراش مائي كبير جدا. كلب البحر. لا تناديني أبي، وتوقف عن القفز، ستفسد الفراش. حسناً يا أبي. اذهب من هنا. يا أبي. لماذا أنت؟ توقفوا جميعاً، أنتم تفسدون أحلامي. أنت لم تفعل. شقلبات، احترسوا، فيضان قادم. أسعدني العمل معك. عد إلى هنا. ربما فاتني البث المباشر، لكني سجلتها على شريط. أنا قادم يا عريس البحر. أين مفاتيحي؟ هل تركتها على الطاولة؟ شريطي، الصوت، الفطار، عريس البحر. Oh,
مرحبا يا سبونج بوب، ما سبب بكائي؟ انشغلت بمساعدة الجميع، ففاتني أرس البحر والجهاز لم يسجلها، والآن لن أراها أبدا. حسناً اسمعوا، سبونج بوب ساعد كل واحد منا مرات كثيرة، لكننا لم نساعده اليوم. أعرف، شكراً يا سبونج بوب. الآن ربما نكون استفدنا من لطفه، لكن لدي خطة لإصلاح الأمر. اليوم التالي. تشغيل. سبونج بوب، هل تشعر بتحسن؟ لماذا لا تأتي معي؟ لدي مفاجأة صغيرة لك. لست في مزاج جيد يا ساندي. توقف عن التصرف كمريض. هيا يا سبونج بوب. من أين حصلت على مدرج في الهواء؟ لا تنشغل بهذا، فقط اجلس هنا واستمتع بالعرض. حسناً، لا بأس. مرحباً بالسيدات والحمقى، حان وقت الإثارة والمتعة مع قضية الفضولي المشوق. ساعدني أيها الحلزون، أنا معلق على هذا الشيء. وانظر، أنا أيضا معلق هنا. بالتأكيد نحن في خطر. يجب أن تستسلم الآن يا عريس البحر. ألم تسمع يا كابتن تايبود؟ لن أتخلى أبداً عن قتال. حوار. الشر. واو، نعم. ربما نصف حرية، ربما نصف رجل، لكنه بطلنا، فهو عريس البحر. رائع. شكرا للجميع. أحببت العرض، وأحببت الحب الذي أظهرتموه لي، وأحببت أيضا الحب الذي أظهرتموه في العرض الذي أحبه. كانت هذه حلقتي المفضلة من عريس البحر. ماذا تفعلون أيها الصغار في مدرج الهواء الطلق؟ اهربوا جميعا، إنه العريس جينكنز. انتظروا، فقط أريد أن أكون في العرض. سألعب معك أيها العجوز، هل تكون عريس البحر؟ إنه الدور الذي أحلم به تقريبا. هل أنت متأكد من هذا؟ لماذا لا أكون متأكدا يا فتى؟ لا تحتاج إلى متخصص ليعلمك القيادة. تعرف يا مستر سلطع، كانت مدام نوفيها. امسح هراء مدرسة القيادة هذا من رأسك، إن كله هراء. حقا؟ وهذا ينطبق على أنواع التعليم، لا يوجد شيء مهم حقا لا يمكنك تعلمه بنصف القدر من التفكير ومخلبيك الاثنين. الآن انطلق بها. حسنا. خطأ مبتدئ يا فتى، يحدث طول الوقت. حقا؟ لا، لكن حصلت على الحماس اللازم. حقا؟ نعم. أتعرف ما تحتاجه؟ إنه تغيير المكان. موقع
موقف السيارات الفارغ مناسب. مثل كل الشاب، السائق المبتدئ يحتاج إلى مساحة مفتوحة وخالية من العوائق والحرية لارتكاب الأخطاء. مستر سلطة، أنت حكيم جدا. لا يمكنني الاعتراض على هذا. حسنا، انطلق بها. خطأ مبتدئ صحيح؟ أظن هذا. الآن ببطء بوصة إلى الأمام وسنتفقد الضرر. بوصة 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 بوصة. الحائط كسر. هذا تقريبا 15,000. حريق المطبخ هذا بحوالي 6,000. دعوة قضائية، يوجد الكثير من الأصفار. لا بأس يا سلطة، تمالك نفسك، مررت بأسوأ من هذا. وجهت فوهة المدفع إلى رأسك، انظر لهذا الوجه. هل هذا وجه هزيمتك النهائية؟ صحيح يا سلطع. انظر يا مستر سلطع، أنا أقوم. أحسنت يا فتى. قرمشاتي سلطة. إنها تنطلق. الطريق الملتوي الرهيب، الأكثر غدرا في كل قاع الهامور. على يمينك تستسلم، إلى يسارك يستسلمون لك، وعندما تكون في الوسط يكون كل شخص مسؤولا عن نفسه. لست مستعدا يا سيدي. هراء يا فتى، كل ما يلزمك هو الثقة وقليل من التناسق. حلزونك الأليف يمكنه هذا. ظننتك تستخدم سريع كمثال حي يا سيدي. هو حي بالفعل، لكن أيضا سيعلمك كيف تقود. الآن هيا. واو. هيا يا فتى. هيا انطلق يا سبونج بوب. هل رأيت كيف تصرف سريع؟ نعم بعضا منه. هيا يا فتى، دورك هو التالي. دوري؟ مستر سلطع، هل تثق بي؟ ليس عقلا. سيدي، هذه مركبتك؟ نعم نعم يا حضرة الشرطي. وهل سمحت لحلزون بقيادة هذه المركبة خلال تقاطع خطير؟ بالتأكيد فعلت. نعم انظر، كان مجرد مثال صغير، مثال حي، كنت أعلم الفتى القيادة بوضع حلزون يقود. حسنا، كان أقرب أن يكون فوق عجلة القيادة. حسنا يا تلاميذ، رحبوا بزميلكم الجديد مستر سلطة. مرحبا يا مستر سلطة. اطمئن، سأساعدك في الواجبات. لا أستطيع يا بسيط. ماذا لو لم أكن منافسا؟ ربما أتوسل إلى مستر سلطة كي أعود. مستحيل، لقد فات أوان هذا، لم يعد سلطة يحتاج إليك. هذه فرصتك لتثبت له أنك لا تحتاج إليه. اجني بعض المال كي تشتري لي الطعام. صديقي يريد أن يجري تجربة أداء كممثل. حسناً، صديقي صريح، أرغب في هذا، لكن إذا وجدتم من تريدون لا بأس. هيا بنا يا بسيط. هل تريد تجربة أداء؟ ستفعل. حقاً؟ أرني موهبتك. حسناً، سأريكي. بسيط. آسف. يا حسناً حسناً، لننتهي من هذا الحادث. حسناً سننطلق. عندما تتمنى أمنية
ستسعد أن تعرف أن قلبك يعزف أغنية. حسناً حسناً، شكراً، هذا يكفي. ما رأيك؟ سيء، رأيت طحالب موهوبة أكثر منك، لكن بما أن الدور يتطلب إسفنجة ستحصل عليه. ها هو النص، التصوير غداً في العاشرة، لا تتأخر. يبدو أن الإسفنجة يمكن أن تفعلها، سأصبح نجماً. الوجه التلفزيوني الجديد مستر سبونج بوب سكوير بانس، أثق أن جمهورك يريد أن يعرف ما شعورك وأنت النجم الصاعد. رائع. أنا جاهز للقطاتي يا سيدي. حسنا، انزع السخوال. هانس، أين النجم؟ ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ في هذا المشهد سوف تنظف مستلزمات الحمام. وأين أدوات التنظيف؟ يا ربي، ألا تفهم؟ أنت أداة التنظيف. تصوير. إعلان الإسفنجة الجديدة، مشهد واحد. يا إلهي، حمامك في حالة سيئة، نظفه بسرعة مع الإسفنجة الجديدة. الواجبات المنزلية مهمة وسهلة مع الإسفنجة الجديدة، تنظف الأحواض. انظروا إلى هذا اللمعان، تزيل الإسفنجة الجديدة أصعب البقع والقاذورات. الإسفنجة الجديدة تنظف البلاط. هذا البلاط عاد كالجديد، لكن أهم شيء تجعل الإسفنجة الجديدة المرحاض يلمع. ماذا؟ قلت إنك ممثل محترف. لا، لست كذلك. أنا طباخ، هذه وظيفتي، هذا ما أفعله دائما. آسف على تضييع وقتك. وبكل رقة مستر سلطة، أرجوك أعدني إلى العمل، أرجوك أعدك أن أتقن عملي. يا فتاة، ما الذي تتحدث عنه؟ إنك ستسرح الفتى الصغير، لكني لا أريد أن أذهب، أرجوك لا تدعني أذهب، الفتى الصغير لا يريد أن يذهب. حسنا يا فتى، لن أتخلص منك على شرط واحد. يا إلهي، هذه أفضل وظيفة في العالم. هل خفضت الصوت قليلا؟ أحاول أن أركز. جميل، كنت أتوقع مجيئك، أهلا بك في منزلي المتواضع، أتمنى أن تجده مريحا. تفضل ولا تتردد في طلب شيء. أريد فقط مكنسة. قمت بتقليد تصميم غرفة معيشتي. حسنا، قلت إنك لن تترك منزلك المريح، فأحضرت لك الراحة هنا، أليست رائعة؟ نعم. ليست رائعة؟ لا يمكنك أن تسرق تصميماتي. لا يهم، أعطني مكنستي فقط. أترغب في احتساء كوب من الشاي؟ لا. مقبلات؟ لا. بسكويت؟ لا. كاكتين؟ لا أعرف ما هذا الشيء، فقط أعطني مكنستي لأعود إلى بيتي، فهناك وعاء في الفرن. نعم بالطبع، تفضل بالجلوس إلى أن أحضرها لك، أنت في منزلك. مستمتع بزيارتك لي يا شفيء. هذه ليست زيارة، ستعيد إلي مكنستي حالا، وكف عن اللعب بالوسادة. حسنا يا شفيء، ناديني إذا احتجت شيئا. أحمق، كيف فعل هذا؟ قلد مائدتي الصغيرة، الزهرية، وعاء المكسرات، حامل الكوب، وكتاب فن العزف على الآلات الموسيقية، وهذه الوسادة تبدو مثل التي صنعتها أمي من أجلي، وقلد كذلك توقيعها المميز من أجل شفيء مع حبي والدتك. هل نديت؟ لا عليك، سأبحث عن المكنسة بنفسي.
في منزلك شفيء يستمتع بزيارته لي. هذا رواقي. يا إلهي ما هذا؟ لقد قلدك ذلك الشق الذي في جدار منزلي. حسنا يا شفيء، لا داعي للهلع، استعد المكنسة وعد إلى المنزل. لكن يجب أن أعترف ببراعته، لم يغفل أي تفاصيل. كيف يعرف محتويات خزانة الحمام الخاصة بي؟ كريم الحساسية متسلل. قلت كريم الحساسية. سبونج باب أيها الأخ. كريم الحساسية. يا إله، ليس لدي كريم لحالتك. يا له من كابوس مزعج. إذا أنت مستمتع بزيارتك لمنزل سبونج؟ هل سمحت لي دقيقة واحدة؟ سأذهب إلى الحمام. عد بسرعة يا صديقي. يجب أن أعثر على المكنسة كي أرحل. لقد قلد لوحاتي الشخصية 400، وكلها أفضل من لوحاتي. وقلد البصة كذلك. تملك أعصابك يا شفيء، هذا لا يعني أي شيء. هذا كل هذا مجرد تقليد. فهو لا يمتلك ذوقك الرفيع ولا موهبتك في التصميم ولا يمتلك حبك للفنون الراقية. في الواقع الشيء الوحيد الذي لديه هنا هو مكنسة الكهربائية، وسوف أعالج الأمر على الفور. وضعك هنا إلى جانب أشيائه القبيحة. ستعودين إلى المنزل معي. سنرحل عن عرض الرعب المخيف كما دخلنا إليه بكل فخر واعتزاز إلى منزلي. منزلي. لقد فاتك الحريق. ماذا حدث لمنزلي؟ يبدو أن أحمق قد ترك وعاء في الفرن. سبونج باب. شفيء، ساندي في ورطة، يجب أن ننقذها. يا إلهي، سالي في ورطة؟ ساندي. لا تخف يا سبونج باب، انتظر هنا، سأحضر عدة إنقاذ السناجب. أمرك يا سيد مجسات. اطمئن يا سبونج. تبقى شخص لأسأله. شمشون. ماذا؟ ساندي في ورطة، يجب أن ننقذها. للأسف أنا مشغول الآن. لن يستغرق الأمر طويلا. أود أن أساعدك لكن يجب أن أذهب. حسناً، سأنقذ ساندي سواء ساعدني أحد أم لا. لم يبقى إلا أنا وأنت يا سريع. هيا بنا. أنت يا سريع، هل تريد البقاء هنا بينما ساندي في ورطة في مكان ما؟ ساندي يا سنجاب. لا بني، سريع، ما دخل هذا بالأرض؟ أنت أيضا. حسنا، سنرى بشأن هذا.
إذا دعوتني إلى حفل مبيت آخر سأبلغ الشرطة، هل تفهمني؟ ما هذا؟ سبونج باب؟ نعم يا شفيع. نعم هذا مجد طبعا. أين نحن يا فتى؟ هذه تكساس. احترس، هناك برغوث على ظهر الضفدع وهو قادم نحوك. هل انقذنا ساندي؟ لا يا بسيط، لم نفعل. هل جمعنا اي نقود؟ يا للحظ، الضفدع الكبير امسك سبونج بوب. سانقذك يا فتى. في هذا العالم ولد أخطبوط متعدد الأرجل ذو مواهب ومستقبل. أريد وجبة برجر مزدوجة مع الطحالب. ابتعد ابتعد ابتعد. ماذا قلت لك؟ تقوم بعملك أو ألغي العرض. حسنا، كان له مستقبل إلى أن جاء يعمل هنا في مقرمشات السلطع، يقدم لأهل المدينة الحمقى قمامة توقف القلب وتضر الصحة في شكل طعام هكذا. إيهي. وفي مقرمشات سلطع دفنت موهبته الفذة. معذرة، هل لي في المزيد؟ لا 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 يمكنك فعلا، لكن من الذي سيملأ الفراغ الذي بداخلي؟ لا أعرف يا فتى، أنا لا أعرف. انهارت حياته. هل توجد أي مهمة مهينة لبطلنا هنا؟ سلطع برجر هذا ينقصه الصلصة. لا أعتقد هذا، لا صلصة، هذا رهيب. حسنا دعني أساعدك يا فتى. هل يرغب أحدكم في هذا العمل؟ شفي، أحضر له سلطع برجر بالصلصة فورا، ولا تنسى أن تجعله يدفع ثانية. وهناك مديري الذي يسلخ الجلد. ماذا تقول يا مستر شفيع؟ لكن يا سيدي إنني أمثل. أوه حسنا، لا بأس إذن، لكن أعطيه سلطع برجر. حسنا سبونج باب، واحد سلطع برجر مع الصلصة. نعود ونصل إلى أسوأ شيء في عملي، العمل مع سبونج باب. نسيت دوري. ليس لك أي دور حقا، قف مكانك وتصرف ك
كعادتك. أنا ماهر في هذا. واحد سلطة برجر على الفور. ما هذا؟ ورقة ملقاة في مطبخي. القمامة ممتلئة، يجب أن أتصل بشاحنة القمامة. موهبة مدهشة، شكرا، هذا يكفي. لكن انظروا جميعا. يا فتى، أين سلطع برجر؟ كانت موهبته مدفونة. هيا يا فتى، أريد سلطع برجر. نعم، وأنا أيضا. لا أحد يقدره. تجاهلوه، نبذوه، تجاهلوه. لم يحترموه، لم يقدروه، لم يحبوه، ويدفع الضرائب ويعمل مجانا. هذا مضحك حقيقي ما يقول. لقد فرغ، اطلب. أكثر من هذا؟ سننتظر أكثر. غير سعيد. باختصار، ضاعت موهبته العظيمة هباء منثورا. هذا يكفي. نريد سلطة برجر. نريد سلطة برجر. نريد سلطة برجر. إنك لم تقدم لعملاء سلطة برجر. حسنا، سبونج باب، أين سلطة برجر؟ ماذا فعلت؟ هل تركت بريق المسرح يقف بيني وبين البرجر؟ شفي، سامحني، تركت بريق المسرح يبعدني عن مهمتي. الحرص على أن أقوم بإعداد سلطع برجر بأفضل طريقة. لا يا شفي، لا، هذه الشطائر لا تصلح للأكل. خذوا، استمتعوا. يا فتى، هذا ما كنت أنتظره. أرجوك، لن تعرف جودته إلا إذا ضرب في وجهك. أقصد وجهك أنت. هذا يستحق الانتظار. أريد 2 منه. أريد 5. أريد أن أرميه بشيء. ما هذا؟ هذه يا فتى مصفات شحن. يبدو أن لا أحد اهتم بتنظيف المصفاة. أتعرف يا سبونج بوب، أنت محق، لكن إنها مهمة شاقة، مهمة لا يقوم بها سوى موظفين متطوعين مقابل لا شيء. حسناً، هيا بنا. ما هذا؟ هذا أعجب ترسب انزلقت فيه في حياتي كلها. كريه الرائحة، ولكن مذاقه لذيذ. كنت على وشك أن أفكر في فكرة. هذا رائع. هناك خطأ كبير يا شفي. استغرقت كل هذا الوقت كي تكتشف الأمر. هناك عدد كبير من العملاء عند شمشون. ليكن. إذن سأذهب لأكتشف ما الذي يدبره هذا الماكر. معذرة المعذرة، أفسحوا الطريق. العميل التالي من فضلك. رائع رائع، سلطع بنفسه. احتفظ بهذا الترحيب لوالدة زوجتك يا شمشون. أنت سرقت وصفة سلطع برجر وأريد استعادتها. لا أود أن أخبطك يا سلطع، لكن لم أفعل هذا أبدا. إنني أستخدم شيئا تركه لي أحدهم هدية يجعل مذاق طعامي ألذ. هدية؟ كأن ملكة التذوق جاءت لزيارتي شخصيا. قل ما تشاء يا شمشون، يمكنني لعب هذه اللعبة. سلطع برجر فاخر، هذا ما يحتاجه العالم. حسنا، أعلى قليلا. انظر إلى هذا. ماذا هناك؟ هذه اللافتة. أين؟ لا أرى شيئا. إلى اليمين قليلا. حسنا، رأيتها. إنها لافتة جديدة وضعها مطعم سلطع، تقول إنهم يقدمون شيئا اسمه سلطع برجر الفاخر. هذا يبدو لذيذا. أنا أتفق معك، سأجربه. العميل الذي عليه الدور.
مرحبا. لقد شبعت. وأنا أيضا، لكن سلطة برجر الفاخر أكثر من لذيذ، سأتناول واحدا آخر. وأنا كذلك. انتظروا، ماذا تقول اللافتة؟ مكتوب هنا برجر الصداقة الجديد بمذاق لذيذ 4 أضعاف. يقول 4 أضعاف. سوف أتغلب على هذا. خبز لذيذ. عليك أن تبذل جهدا أكبر يا سلطة بمجرد أن يسمع العملاء عن اختراع الجديد. ألا تتخلص من هذه الأشياء في المرحاض؟ هذا أحدث منتجاتنا، إنه شحم خالص على طبق من ورق. أحيي صراحتك. هتأكل هذا؟ هذا لمائدة 3. لذيذة. بسيط. لا، حتى أنت يا صديقي. يا إلهي، هل اتصل أحد بمفتش الصحة؟ يا إلهي، هل اتصل أحد بمفتش الصحة؟ هل اتصل أحد بمفتش الصحة؟ أنا يا سيدي. ماذا يجري هنا؟ لا 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 شيء يا سيدي. إنهما يطعمان العملاء. يطعمان العملاء شحما. فكرته هو. نعم هو. أوه حقا، في هذه الحالة سيسعدك أنني سآمر بغلق مطعميكما إلى أن تصحح الأوضاع أيها الجشعين. إلى اللقاء. حسناً، سأذهب لأستحم. إنها النهاية يا فتى، نهاية مرحلة. لا، ليست النهاية يا مستر سلطة. النهاية، ما لم أجد طريقة أمتص بها كل هذا الشحم. انتظر لحظة. كل هذا كان حلماً. لم يكن يا مستر سلطة. امتصصت جميع المواد المزعجة من المنطقة المحيطة وسأتخلص منها. مقرمشات سلطة بلا شحم. بسيط. لا، مقرمشات لذيذة. توقف توقف، ابتعد. لا لا، سأساعدك يا شفيق. لما أنت داخل كيس قمامة؟ أردت أن أدرس دورة حياة سلطة برجر. مسكين وحيد. يمكنني التخلص من قمامتك. لا أشكرك، سأفعل بنفسي. حسنا، يمكنك أن تفتح عينيك. إن هذه حماقة. اختفت. أين وضعت القمامة؟ وضعتها في... أتعرف؟ لا يهمني، لقد اختفت القمامة. شكراً يا سبونج بوب، أكرهك الآن أقل قليلاً. شفيق، هذا كلام جميل. حسناً، لا أعرف كيف فعلت هذا، لكن أشكرك على التخلص من القمامة. سيشيدون تمثالاً لي. لي. هذا منزلك؟ نعم. البعض لا يتعلم الدرس. أنا غاضب. شفيق، لماذا أنت غاضب؟ سبونج بوب. أجل. ما هذا؟ قمامتك. أين منزلي؟ فوق قمامتك.
المقلب مغلق، لذا أحضرتها هنا. لكن كيف؟ هكذا. التي تتفوه بها هذا أقلها إزعاجا. يا شفيق، انتظر انتظر لحظة، خطرت لي فكرة. هيا قف هنا. إلى اللقاء يا فاشل. هل أنت سبونج بوب سكوير بانتس؟ أنا لست سبونج. تستمتع بالتخلص من قمامتك في صناديق غيرك؟ كانوا سيشيدون تمثالا لي. تمثال يا شفيع، انظر. ما هذا؟ تمثال لك وحدك. حقا؟ قمامة؟ أنا مصنوع من القمامة؟ هذا صحيح. أحسنت يا سبونج بوب، تمكنت من تجسيد رائحة الفشل. يا تمثالي العظيم، هذا تمثالك. لقد كان. شكرا يا سبونج بوب. سوف أمنحك فرصة أخيرة، سأسقط الاتهامات إذا أعطيتني الوصفة. أبداً أيها الكاذب. ذراعي الصغيرة. ماذا؟ لا، أنا لم ألمسه أبداً. ذراعي الأخرى. إنه يكذب. فتحت الجلسة ترأسها القاضية كثيرة الجدل. مستر سلطة، أين محاميك؟ أنا لا أعرف أين ذهب. أنا هنا. شكرا على انضمامك لنا يا مستر سبونج بوب. محامي بانتس. ما الذي تفعله هنا يا سبونج بوب؟ محاميك انزلق، لكن لا تقلق، لدي كل ما أحتاجه، كل شيء هنا. حقا؟ نعم هنا. هنا. هل هناك مشكلة؟ لم يخبرني عن الرقم السري. والآن هل المدعي مستعد؟ نعم يا سيدتي. لحظة. لم أكن دائما كائنا من الأوليات معذبا كما أقف أمام سيادتكم اليوم. أنا كنت خلية وحيدة نشيطة طليقة وسعيدة. عليك أن تتماسك يا فتى. ثم جاء اليوم المشؤوم، اليوم الذي زرت فيه فخ الموت المعروف بمقرمشات سلطة. أسرع يا فتى. اطمئن يا سيدي، سأتصرف. ما إن دخلت المؤسسة المذكورة حتى وجدت نفسي ودون سابق إنذار أنزلق وفي النهاية أسقط على أرض صلبة، وكانت هذه الأرض مغطاة عمدا بساحل لزج. انطلاق. هل فرغت الآن؟ إذن أين كنت؟ نعم، لكن أسوأ ما في الأمر هو حلمي بالفوز في سباق الجري كما وعدت جدتي العجوز. دمر. أنا آسف يا جدتي. آسف.
خمقة. هل لدى الدفاع كلمة افتتاحية؟ نعم يا سيدتي. الجدة مسكينة. مستر شفيق، قالوا عن موكلي إنه بخيل، هل تتفق مع هذا الكلام السخيف؟ نعم. ماذا؟ دعني أعيد صياغة السؤال، هل يمكنك أن تخبر المحكمة عن واقعة ظهر فيها كرم مستر سلطع؟ لا، أيمكن أن أذهب؟ يوم راحة بعد 3 سنوات وأقضيه في إدلاء شهادتي. يجب أن نفتح هذا. إذن أنت الذي جعلت الأرض زلقة، أليس كذلك؟ أجب عن السؤال، أذكرك أنك أقسمت على الحقيقة. انتهى أمري، يمكنك أن تتخلى عن القضية يا فتى، فقد انتهى أمري. مستر سلطع، أنا مندهش. لا تستسلم لمجرد أن الأمور تبدو سيئة، ستفوز في المحكمة بما في قلبك، ليس بما في الحقيبة السخيفة. لقد فتحت. إنه غداؤه، هل هذا صحيح؟ يطلب الدفاع استجواب شمشون. لماذا ذهبت إلى مقرمشات سلطع؟ كما تعرف أردت تحية صديقي الحميم السابق مستر سلطع. أليس لأنك كنت تريد سرقة هذا؟ أوقعت بك، ألم تذهب لتسرق وصفة الشطيرة اللذيذة ذات أحلى رائحة في قاع الهامور؟ سلطع برجر؟ لا أتحمل، أعطني. إنه لي، حصلت عليه أخيرا. سأخذ هذا. لا 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 لا. مرة أخرى يا شمشون، هربت أجمل المتع في الحياة من بين يديك. لا لا. أتوصل المحلفون لقرار؟ نعم يا سيدتي، نرى أن المدعى عليه ليس مذنبا لكنه بخيل. يا دكتور مرحبا. ادخل يا مستر سكوير بانس، فلتجلس على الأريكة. والآن لننزل كل المعلومات المضرة التي في رأسك الأصفر الصغير. أنت أصغر مما توقعت يا دكتور، أعتقد أنك انكمشت. هل هناك أمل؟ 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 عندما أضع يدي على الوصفة لن يكون هناك أي أمل لك. أعني ستتعافى في أسرع وقت. رائع. لنبدأ الآن بتدريب بسيط. القفز؟ أريدك أن تغلق عينيك. أكثر، أكثر، هذا كثير. هيا أخبرني ماذا ترى. أرى شطائر سلطع. جيد، مصنوعة من ماذا؟ الكراهية. أعني المكونات، ما المكونات السخيفة؟ إنها قادمة نحوي. لا لا، تراجعي. من أين حصلت على البيانو؟ سنجرب شيئا آخر، سأقول لك كلمة وأريدك أن تقول أول كلمة تخطر في رأسك. سنبدأ، مستعد؟ أنا مستعد. أمل. أمل. ملعقة. ملعقة. خبز. خبز. السر هو في أن تقول شيئا مختلفا عن الذي أقوله. نعم فهمت. بطاطس. سطاطس. طماطم. صماصم. وضعت بعض البطاقات التي عليها كلمات هنا، هذه الكلمات من المكونات في المطبخ، أريدك أن ترتبها بأي ترتيب تختاره، مثل قصيدة أو وصفة سرية. لا أعرف. نعم، وصفة سرية. جيد، لنفعل هذا. أنت تثير توتري. حسنا، سأجلس هنا إلى جوارك. انتهيت. رتبتها كالبيانو. والآن بما أن عقلك قد قاوم كل أسلوب ذهني حتى الآن، أنا مضطر للجوء إلى أسلوب الأقوى لعلاجك. الهرش؟ لا، التنويم. التنويم؟ نعم، ركز بنظرك على الساعة، عندما أعد حتى 3 ستستغرق في نوم عميق. 1، 2، 3. لو
أصدق أنه نجح. الآن عندما أطرقه أصابعي ستستيقظ وتخبرني الوصفة السرية. استيقظ. أي شيء آخر صوته عال؟ لماذا لا تستيقظ؟ لا 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 أين أنا؟ سبونج بوب، سمعت أن عقلك مريض، لهذا أحضرت لك بيتزا. لي؟ شكرا. وحليب بشوكولاتة. حليب الشوكولاتة لذيذ. أوه، سلطة برجر، يسعدني أننا عدنا أصدقاء. تذكر يا سبونج بوب، سأكون معك دائما دائما هنا في قلبي، في الواقع في عروقك. قدم لي خدمة واستيقظ. استيقظ نجحت، تعافيت. وماذا عن الوصفة؟ ذكرتني، سأعود للعمل. أشكرك يا دكتور. لا، هذا كذب، العلاج لم ينجح. ما زلت مريضا جدا. يسعدني أنك قد تعافيت يا فتى. كنت أحتاج قليلا من النوم. حسنا، يمكنني أن أقول لا مزيد من العمل 24 ساعة، لأن 23 كافية. مستر سلطة، أنا لا أمزح، عد إلى العمل.